يمشي يشتغل ويمشي يمشي يمشي ولا كان يجي يجبر الكاب خيمات. كان يسكن فيها عامر لهنا، كان اسمي الفاضل بن شريف بن حداد بن صالح بن محمد بن عامر، يعني كنت اضربهم في الخمسين سنة بركة 350 سنة، هذا نحقدوا عليه نحن لهنا. هذا اللي يقول عليه هو صالح الشراب، سي الوالي نتاعنا، الزيوت بكلها. تو تشوفه لهنا وتشوفه في الكريان، هو نفسه هو بيدي. هذا يصفوا فيه هم يشربوا منه. هذا الغرم القذال. كانت في تراب، حفرة في التراب. نعبوا منها ونهزوا منها على البهايم والقريبة وتهز نسوينا على ظهوراتها وتعبي منها. صلحناها شوية فهمتني، عملنا لها شوية سيمان أخي ما هاك شفتها كيفاش. كلها كانت سواني وكانت مش دور لها ويدية بركة، كانت كان برش دواوير يشربوا منها برش. والله غالبا تهدمت هاك شفت كيفاش، واحد يجي يتكلم على حقه ولا مطلوب. شكون قال له اسكن لهني؟ كان يعرف عليه هو باش يحل كريال هنا هيك، شكون قال لك اسكن هنا؟ شوف الغبره اللي جبت هذه كل خرجت مفصله. يجبد الغبره يتكسر ليس البقعه اذا كانت فيها الغلال الكل كانت فيها. كنت تب البقعة هذه وتشم ريحة التفاح وتشم ريحة الانزاس فيها تقول ما خرجش منها فهمتنا. هاك شو يبس الكل وتقص ومشي من الغبرة ومن كل شيء. لكن انت احنا مش مسايبين فيها راه. بالنسبة لي انا عمري 60 سنة مش مسايب فيها، نحيا فيها نموت فيها ونموت فيها الكريان نحيا فيها. ما عندي وين نمشي. البرنامج باش نطلعوا الصباح بكري زعما ولا باهي الخمسه نخرجوا من هنا. قد شويه الخضره خليني شويه باش نسقينا يا تو تاج دارتي باش نسقي اليوم. هاو دوريني وغدوه دورك انت. غدوه نسقينايا غدوه دورك انت. نايا اليوم دوري هاو يبدا من 12 ورد الفوق باش نتقاسم هنايا وسيده جا لوط. نحن في دوار الهوايديه هذه فلاحتي وارضي جزء الفكر البقعة اللي تشوفوا فيها هذيك وراها المقطع نتاع الكريال المقلقنا في الماء وفي الفلاح وفي السكن اللي عندنا معاه مشكلة. ونحنا يجي 40 بيت غير متفرتين جا البقعة، مش سهلة كل واحد شاد بلايس. الصباح في داري والعشية نجي للفلاح، ما نبداش حابسة، يلزم واحد يخدم وكل شيء ويناضل وباش ياكلها حاجة فريشك من لسانيتا. فلاحتي ملوخية فلفل هاك تشوفها كل شيء تبارك الله فيها، نحمرها ومجاهدة عليها بالحقنا. والثاني زقيت انت ولا مازال؟ هاني نزقوا فيها بشوي بشوي. هاي خل مره ناي ومره انت باش على الاقل تصبر شوي. وين السنه باهيه ما بعدنا بعدتنا الغبره والكريال والله لا باس باهي خلاص. الكريال ونحفر وهبط وغرق المجري اللي يجي نتاع الماء، ضربوها بالماكينات. كيف ضربوها بالماكينات وتحير الطبقه نتاع الماء وصلوا لها ولو جابوا لها الطمي هذاك وردموها وزادوا ومشوا فوقها الماكينات باش يسكر ما عادش يوصلن. كانت تمشي كيف نظفوها خمسه يجروا مجاري من فوق. تو قعدوا زوز يمشوا دوبلاش. مشينا للخيمه وتناقشنا في الموضوع نساء ورجال والكل، قلنا نطلعوا ثماش ما نلقوا حل باش يبعدنا المقطع هذا. فهمنا باش نطلعوا للوالي هزين الماء اللي قال صالح للشراب وريناه لها والماء نستغلوا فيه هذا. هذا كان يصلح للشراب وتستغله الناس وللدوش ولكل شيء. خلنا نلقوا حقنا نحن، كي يبعدنا راه يولي بالحق صالح للشراب، كي يسكرني يولي صالح للشراب بالحق. اما تو محزه مزالت الماكينات والزيوت تهبط وديجا الناس الكل مرضى بكلاويها ولي، خاطر نشربوا فيه ما يتشربش الحيوان يشرب فيه بالسيف ولي. هو زاد ولا الوالي شاكي بينا ويطالب في حقه. قال الوالي هم طيحوني من القيمتي وسبوني ومسخوني الولاية. هذاك هاو قلت ما صالح للشراب كي مسخ الولاية. كيفاش هو انت تطلع في التلفز وفي الخبار الاعلام الكل وتقول عن ذكاري هذيك راهي صالحه للشراب؟ هانا هزينه له قلت وسخ مسخن الولايه. اي معقول نولوا مطلوبين نحن؟ الا كان نحن ما عندناش حق في نعيش ونلهو بفلاحتنا وبجرنا ونسكنوا في بلادنا ما نرحلوش منها،
بنا قانوني نحب نقابل القاضي ويعطيني حق. مجموعة كبيرة نحن نسي برشا وتعبنا ياسر، نظلنا على المية عجل تعبية قبل حبستنا العين توك بعد الكريال ولا أنا نخدم ورجعنا نخدم. ولد القمر ولد القمر يبعدنا الكريال والف بخير الدنيا كلها. البطيخ نفلحوا سيدي قبل هذه كل ما تلقاها في المنظر هذا تلقاها كان غبرة بيض وكيف نزقوها تزيد تذبال ما تجيش كي هاكو تو كيف حبس المقطع وبعدتنا الغابرة الدابق ومحلاها السوان. معك مجموعة إن شاء الله تبدو كل نفع وكما طلعنا المرلة ولا المسيرة مجتمعنا ونحن معاك إن شاء الله باي وصغر ونحن دي ماشيين قدام إن شاء الله. التوخير هذا يا أنسيف طالبين يبعدني كريال نهائي ويعطونا وثيقة صحيحة ما عادش يدور بأرضنا وبمانا وبديارنا باش نعيشوا مرتاحين في أرضنا. نحن رانا مش مسلمين كرمونا في البحر لا في الموت ولا في الحية ولا في حتى شيء. النضال أمام وجود الظلم أمام وجود التخريب والتدمير.